بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والانوار والعافيه، وارحب بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم بالقلم الاحمر، مواصلين نقاشنا ووقوفنا وقراءتنا التحليليه والنقديه لجمله ما يسمى ملازم الحوثي او ما رسمته الدوائر الايرانيه لهذا العميل الايراني في عمليه تدليس وتشويه وتزوير الخطاب الاسلامي وتدليس وتشويه الهويه اليمنيه والعربيه وتسخير كافة العقول والقلوب ومعتقداتنا لصالح مشروع إيراني سياسي صرف لا يسلف للسماء فيه قضية ولا مبدأ. كل الموضوع عمالة وخيانة للخارج وتبعية مع نشر أفكار مليئة بالسلالية والنازية والنرجسية واستخدام دين الله لمقاصد دنيوية وشيطانية أساسية. في هذه الحلقة سنواصل الحلقة الأخيرة والمقطع الأخير من مناقشة هذه الملزمة الشيطانية أو الخطيرة أو أكثر ملازم حسين الدين الحوثي استخداما واستغلالا لسياق الأحداث السياسية وتأليبها عليها على نظام الحكام وتسويق المشروع الإيراني. كما ذكرنا ودائما نذكر بأنه أحد مناهجه الأساسية لحسين الدين الحوثي هي استغلال واستثمار حالة الضعف العربي وحالة السخط العربي من أمريكا وإسرائيل وحالة الهيمنة الأمريكية، ولا سيما عقب ما يسمى الاتفاقية الأمن اللي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية عقب 11 سبتمبر أو عملية الحرب على الإرهاب. كل تلك المرحلة كانت هذه المرحلة التي استبقت فيها إيران عملية سقوط العراق والخلوء وانتهاء الريادة العربية، مدركة مسبقا أو مستشرفة سلفا بأنه هناك معركة نفوذ قادمة بينها وبين حليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وخصمها اللدود في هذا التنافس، وبالتالي يجب أن نعرف موقع إيران الحقيقي من الصراع مع العرب. هم يتحالفون ضد العرب مع إسرائيل مع أمريكا، يتحالفون حلف استراتيجي هو من أسس الخميني وهو من جاء بإيران الكهنوتية، ولكنهم في بطبيعة الحياة وبطبيعة اللصوص والأعداء يتنافسون فيما بينهم البين عندما يكون الأمر متعلق بالغنائم أو المكاسب، وهذه هي سنة الحياة. ولكن عقولنا فقط شكلت في قراءة السياسة بأسلوب قاصر أو بأسلوب غير واقعي. هذا ما يعكس إيران. إيران لا تمتلك أي قدرة على النفوذ في عقول العرب ولا في عقول اليمنيين ولا في عقول غيرهم إلا بالدعاء أو ارتداء الجلباب الإسلامي، لأنها دولة تعاني تاريخيا من النبذ والكراهية بسبب طبيعة ثقافتها الداخلية كإمبراطورية لم حاربت بعلو واستعلاء، ولا توجد لديها في التاريخ أي رصيد أو سجل مشرف أو أبيض أو محايد مع العرب. دائما كانت فارس أو إيران في عصر المجوسية أو في عصر الإسلام، في كلا العصرين دولة لا تحالف إلا اليهود، وهذا تاريخ وليست وجهة نظر، لا تحالف إلا اليهود ولا تحارب إلا العرب، ولا زال في أمرها كذلك. وعندما حاولت أن تلعب دور إيراني أو قامت الحركة الصهيونية في العالم باستحداث دورها الجديد، ولا سيما بعد أن قام رضا بهلوي بمحاربة اليهود في آخر 3 سنوات من حكمه، كان هناك ردة فعل غير متوقعة، ومن خلالها جاء بالخميني على متن طائرة فرنسية من داخل باريس وبحماية 5 مقاتلة أمريكية، ثم جاء الشعار الكاذب، الشعار الخميني حينها عندما سمى بثورة الخميني وقال الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، الذي حمله أو جاء به أو سخر له حسين الحوثي ليأتي ويتحدث وكان في هذه الملازم وكأنه نزل به جبريل ولم يأتي به الخميني. جاء الخميني حينها بالشعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، ثم جاءت الدوائر الإيرانية قالت لحسين بدر الحوثي كن سفيرنا وممثلنا في هذه الأرض التي احنا نريدها ونريد نسخرها ونستخدم عقولها ليموتوا في سبيلنا وفي سبيل الخميني، ثم خلي الشعار حقك أبيض أحمر أخضر بألوان العلم الإيراني لتصبح هذا رايتنا، هذا الشعار يصبح رايتنا. نحن لا نؤلف هذه الحقيقة والواقع والإسقاطات، لأن كل مؤامرة تعيش داخل رموزها. في المحاضرات الماضية ناقشنا هذه الملزمة واستعرضنا ما يكفي لقوة الالتفافات النصية والخطابية التي يمارسها
العميل الإيراني حسين الحوثي لقوة استخدام المحادثة السياسية واستخدام الآيات والتدليس وزج الآيات بما يجعل هناك ما يشبه أو ما يبدو خطاب إقناعي، بينما في الواقع ليس هناك أكثر من خطاب كهني كهنوتي لا يخدم إلا إيران ولا يحارب إلا العرب ولا يسوق إلا الكهنوتية والسلالية القذرة. وضحنا في الحلقات الماضية في قيمة العمانية، يريد أن يتابع أي الحلقات كل متكامل فليتابع الحلقات عبر الانترنت وليأخذ فيها ما يشاء وليحكم عقله. نحن هنا لا نرد على فقه بقد ما نرد على فكر سياسي يتأسلم. لا يوجد أي فقه في هذا الملازم، لا يوجد إلا تدليس وأكاذيب وتصورات كاذبة وخطاب سياسي مبرمج من رجل ذهب إلى إيران في 86 أو في 87 وظل يدرب ويوصل عقله حتى 2001 وهو حسين بن الحوثي، ثم جاء لينفذ الأجندة الإيرانية. كل الروايات والخلفية اللي تخص بحسين بن الحوثي تصوره عميل وخائن، وكل مضامين ومحتويات هذه الملازم تؤكد بأنها عبارة عن سفاهة من سفاهات إيران وعن أحد صور التلاعب والبيع والشراء بآيات الله سبحانه وتعالى، الأكاذيب وغسل العقول والمخادعة ومخادعة الناس والتلاعب بالعقول أيضا والتلاعب بالقداسة والتلاعب بالمساجد ومحاربة الدول كأحد أهم آليات تفكيك الدول والحروب الجديدة. الحروب الجديدة لم تعتمد على، لا تعتمد ولن تعتمد على المدفعية والدبابة والطيران والصاروخ. الحروب الجديدة تعتمد على تفكيك المجتمع من الداخل عن طريق الجماعات، عن طريق الوكلاء، عن طريق الجماعات التي بلا سيما تستخدم الدين، لأن الشعوب العربية صنفت في بين عباقرة السياسة بأنها للأسف شعوب متخلفة لا زالت تؤمن بالخرافة كما تؤمن بدينها، وتؤمن بدينها كما تؤمن بالخرافة، لأنها وضعت الغيب كل شيء ولم تضع الله سبحانه وتعالى فقط، وتفكر بعقلية الغيب في كل شيء. هذه الحلقة الأخيرة لهذه الملزمة نناقش فيها بعض الجوانب الأخيرة ونضع فيها توصيات نهائية. طبعا سنوقف في الحلقة الماضية، ذكرنا كل المقاطع، ذكرنا كيف أراد حارب الجيش، حارب الأمن، كيف شوه خون كل منهما، ثم دعا إلى إدخال الصرخة أو الشعار للمساجد، هذه الرأي الإيرانية. ثم نترك نقطة معينة صدناها هنا، نقطة المقاطعة الاقتصادية التي ذكرت في هذه الملزمة بأسلوب خاص ومفاجئ. طبعا أريد أن نقول حاجة، بأنه الدوائر الإيرانية عندما صممت لحول الحوثي الصرخة والشعار أو الشعار الخميني والعلم الإيراني في سلوب الشعار، صممت إلى جواره شيء اقتصادي بما يجعل الراية لها، صورت جعلت للحوثي أيقونتين، أيقونة تحمل الصرخة الخميني تحت الله أكبر وتتهيب بالنصر الإسلام، ويكون الأخرى المقاطعة قاطع المنتجات على نفس الشكل وبألوان العلم الإيراني، وأصبحت كل منهما أيقونتان للعلم الإيراني وأكثر رمزية وأكثر شعار واندماج بنفس الهيئة بنفس البصمة بنفس الدورة الإيرانية اللي وضعتها. طبعا لأنه الدورة الإيرانية صممت الموضوع سويا، جاء ذكر حسين بدر الحوثي، ألقت العملية على محاضرة حسين بدر الدين الحوثي في هذا الملزمة، وفجأة ذكر المقاطعة وفق توجيهات الدولة الإيرانية، فجأة من غير ذي سياق ذكر الحوثي فجأة المقاطعة. كان هذا المقطع، كان المقاطعة الاقتصادية كذلك يجب أن الناس يهتموا بها، المقاطعة للبضائع الأمريكية والبريطانية يحاولوا أن يقاطعوها، المقاطعة مؤثرة جدا حتى ولم يكن إلا منطقة واحدة. ما يقول واحد كم يا ناس بيشتروا من ناس آخرين بيقاطعوا في البلاد العربية، فأنت لا تحسب نفسك من الذين لا يقاطعوا، احسب نفسك رقم إضافة إلى آلاف الأرقام الأخرى في البلاد العربية تقاطع. المقاطعة جاءت من بدر الحسن الحوثي بحكم الدوائر وضعت الشعار الخميني مع المقاطعة، وضعت ألوان العلم الإيراني، وكان في تلك المرحلة الدوائر الإيراني تضع هذا كأيقونة أو كلوجو لهذه الحركة العميلة. فمن ديكور العداء الزائف بين أمريكا وبين بين إيران وبين أمريكا وبين إسرائيل هذا الشعار المقاطعة، بينما في الواقع لا تجد، يعني أنك تدعو في لحظات مبكرة بمجموعة معينة مثلا تدعو الناس للمقاطعة في دولة لا تمتلك أي سلع أمريكية أو إسرائيلية مثل اليمن على سبيل المثال، ثم تأتي بهذا الشعار. كان استخدام عشوائي، ما يوجد شيء في اليمن، لا توجد، نحن السوق اليمنية ليست محل للمنتجات الأمريكية ولا الإسرائيلية ولا البريطانية، لا نمتلك شيء،
لا نمتلك حتى السيارة الأمريكية، ليست سوق بمعنى أصح يعني مباشرة. لا يوجد لدينا إلا تلفاز الآيفون، أغلب الحوثة معهم آيفونات، وإذا شيء يقاطعوا الفيسبوك والتويتر بحكم شركات أمريكية. غير هذا ما في من حيث النقطة. الشيء الآخر مثلا عن زيف الموضوع هذا المقاطعة، لماذا حزب الله لا يحمل حملات مقاطعة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية، رغم أن لبنان أو دولة أخرى تمتلك كثير من السوق للبضائع الأمريكية والإسرائيلية؟ لماذا حزب الله ساكت عن هذا الموضوع؟ يعني هناك بعض الأشياء التي تكشف الكذبة الكبرى التي من خلالها صنع الخميني والدجال الأعظم، أكذوبة الكبيرة التي جاء من خلالها حسين بن الحوثي ليطلبها عقول اليمنيين. كيف تقوم بمقاطعة في الدولة لا تمتلك فيها السلع ثم تأتي بالمقاطعة؟ ولماذا جت المقاطعة؟ لأن الدوائر الإيرانية صممت له الشعار والمقاطعة في نفس المرحلة، فاضطر أنه هكذا قالوا نقول يعني بهذا الشكل. النقطة المهمة اللي نريد نكتب فيها أنه أكبر دولة تتعامل مع اليهود ومع أمريكا ومع إسرائيل في التجارة هي إسرائيل، هي إيران عفوا. إيران تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية بصورة غير مباشرة غير طبيعية مع أمريكا. في شيء لو نتذكر في حلقات سابقة قلناها منذ شهرين حول حقيقة النظام الإيراني، ذكرنا شيء اسمه يهود أصفهان، وهم أقوى وأكبر جالية يهود في العالم الموجودة في إيران، ويهود منطقة أصفهان في إيران. هؤلاء حجم استثماراتهم، هم أمريكيين طبعا، حجم استثماراتهم في الاقتصاد الإيراني يفوق 30 مليار دولار، وهؤلاء يقومون بعدد من العمليات اللوجستية الخاصة بخدمة النظام الإيراني بصورة خاصة، وهم حلقة وصل كبيرة جدا فيها. والدولة الإيرانية تتعامل معهم كمواطنين إيرانيين، بينما هو تعلم تماما بأنهم من كبار رجال العمل، بل من كبار رجال الدولة الإسرائيلية. يعني ملف أنا ناقشنا في برنامج بالقلم الأحمر في أحد الحلقات قصة اليهود أصفهان تحديدا، وعن الحبال أو الخيوط السرية التي تربط كل من النظام الخميني الإيراني مع النظام الصهيوني الإسرائيلي. وذكرنا حلقة أصفهان، وذكرنا كم هناك رئيس إسرائيلي وكم وزير دفاع إسرائيلي أصولهم إيرانية من يهود أصفهان، وذكرنا ما معنى يهود أصفهان وتاريخهم وقوة وارتباطهم المباشر ببني إسرائيل وفق النص القرآني. إذا قضية المخادعة المقاطعة الاقتصادية جاءت للتبرير أو للنموذج الذي وضعته الدوائر الإيرانية لربط الشعار بدعوة المقاطعة، والمقاطعة هذا لا تبقي ولا تذر من أدوات العداء الزائف الذي لا يضر. يعني من أجل أن أقنعك وأن أضلع دعوات معينة في أي عداء زائف بيني وبين خصم غير حقيقي، يجب أن يكون هناك دعوة عنوانها كبير ومفعولها صفر، قاطع منتجات أمريكية، لا توجد منتجات أمريكية في الشعب اليمني أصلا. ثم ننتقل إلى هذا المقطع الذي من خلاله نجد حرص الحوثي في مخالطته للناس. الخطاب الكهني الإيراني قام على التشيع وعلى استغلال التشيع وعلى مشكلة التشيع التاريخية، مشكلة الفتنة التي حدثت بين ما يسمى الشيعة وما يسمى السنة. لا يوجد شيء، لا يوجد دين اسمه الشيعة ولا شيء، ولكن إيران تقوم على التشيع طبعا الخرافي الخزعبلاتي اللي تتمارسه، وعندها رؤى كبيرة عن وخرافات كبيرة مصنوعة عن الإمام علي رضي الله عنه. فلكن الناس كلهم مثلا في اليمن المذهب الزيدي المعتدل، والذي اليمنيين كلهم شايعوا الإمام علي رضي الله عنه سواء شوافع أو زيود، لديهم قراءة واقعية للإمام علي والحكمة وحنكته والصبر والبعد وابتعاده تماما عن الطرح الإيراني. فجاء في هذا المقطع نلاحظ حسين بدر الحوثي بدأ يعني يتشيع، لكن بتأويلاته للتشيع. يعني فيقول بأن الإمام علي وجلوسه خلال المرحلة وبايعته الكل من أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم جميعا الأربعة، تأتي من باب أنه لم يجد أنصار، وأنه المفروض أنه كان هو الإمام علي هو كان خميني أو نسخة حوثية أخرى، ولكن لم يجد أنصار. شاهدوا في هذا المقطع كيف يقلب الحقائق وكيف لا يعرف حتى أن يتشيع، لا شيع لا يتشيع إلا بالخميني والمشروع الإيراني، حتى الإمام علي لم يدعوا حكمته تبدو كما هي، لأنهم هم من يدعون باللعنة والموت وبكل الأكاذيب والخيانة والعمالة الصهيونية
بأنهم سيلاحظوا ماذا كيف يسوهون ويزورون تاريخ الإمام علي رضي الله عنه. يقول هنا بالنص الواحد عندما يقول البعض أن الإمام علي جلس، أي هذا لم يتمه، لأنهم يدعون إلى ثورة، إلى خروج ضد الحاكم، يدعون إلى خروج ضد الدولة، إلى التمرد، إلى محاربة جيشك اليمني، إلى الأمن اليمني، لأنك تحارب أمريكا إذا فاقتل بلطنك. هذا الخطاب الإيراني في داخل الوطن العربي، أنت تحارب أمريكا وإسرائيل اقتل العرب. لا يمكن أن تجد يوم مسوا مصلحة أمريكية وإسرائيلية. هذا وهذه فلسفة الفراغ العقل العربي. يقول هنا بالنص الواحد عندما يقول البعض أن الإمام علي جلس، هل جلوسه يعني أن كل الناس جلسوا ولهم عذر؟ لا، جلوسه لأنه ما وجد أنصار، فالأنصار غير معذورين، الذين خذلوه ما هم معذورين إطلاقا، هم خذلوه فاضطر إلى أن يجلس، ما استطاع يتحرك، ما استطاع يعمل شيء. هذا هو العذر الذي ينتهي إليه الإنسان، وهو يعلن ويذكر ويبين ويحث الناس وهو ينذر الناس، وهو لكن ما يرضوا يتحركوا. هذا هو ماذا، ما معناها أنه ما يدور هو المملص، هو يعني في كلمات من حق اللهجة الخاصة بصعدة، إنما وجد فعلا ما عنده قدرة وهو لا يزال يتحرك. فيقول أيضا، وهذا نقطة ثانية لهذا، هل الإمام توقف عن تذكير الناس؟ ما توقف إطلاقا طوال فترة خلافة أبا بكر وعمر وعثمان، ما توقف، ما حصل انصار، حاول أنه ممكن يتحرك وما حصل استجابة، حصل تأثير، لتبقى الفكرة، لتبقى العقيدة، لتبقى بالعلم. يعني أن الإمام علي كان يتمرد على الخليفة وكان يحاول يتخلص من الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. يعني قراءة، خلونا نتكلم، يعني التشيع عندهم اشترط بتأويلات تبرير الفتنة. يعني أوكي، لكن الناس فيما هو وجد أنه في ناس يقولوا له إحنا نعملها كذا، ليش والإمام علي بكله كان إنسان موالي سالم، ما قالش الكلام هذا كله، ما قالش بأن الولاية لازم تكون لأهل البيت. أهل البيت يا سادة يا كرام، أهل البيت، أهل البيت هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رحمة الله عليهم جميعا، يعني ورضي الله عنهم. انتهى أهل البيت، انتهى أهل البيت، انتهى أهل البيت اللي ذكرهم الله وطهرهم تطهيرهم، أهل بيته اللي عاشوا معاه. عندما مسوا بالإفك سيدنا عائشة قال الله الآية هذا أنهم مطهرين، مش أهل البيت الملايين البقايا الفرس وبقايا الترك وكل من ادعى. ما فيش معنا سجل مدني يأكد أنك أنت هاشمي ولا لا، وإذا كنت هاشمي ولا غير هاشمي أنا إيش علاقتي في الموضوع هذا، إيش علاقتي يعني. فالتشيع عندهم مربوط بأن لا، ما جلسش الإمام علي، ما جلسش، لازم كان يخبس وما حصلش أنصار. لا، الخميني حصل أنصار والحوثي حصل أنصار والإمام علي رضي الله عنه ما حصلش أنصار يومها. إذن هذا العملية التلفيقية والكذب على العقول والتدليس وتزييف الواقع ومطك المطاط لصالح أمرابك وأمراضهم وأوهام الخميني وأوهام إيران، هذا مسيرة قرآنية، هذا مسيرة إيرانية. لا يوجد للقرآن والعك والعروبة، يعني المذهب الزيدي والمذهب الشافعي لا يعترفوا بهذا الهبال الخبال. يعني أنت الشيء الآخر لاحظوا، يعني مش بهذا المنظمة فقط، لاحظوا هذه النقطة لها أهمية ودلالة كبيرة جدا. لاحظوا ذكر الصحابة وخلفاء الرسول أبو بكر وعمر وعثمان، دائما ذكرهم بالاسم وسبهم أو ذمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وفي كلا الحالتين بالاسم. يعني تعمد هذا العميل الإيراني حسين الحوثي لذكر أبو بكر وعمر وعثمان دائما بصورة واضحة وبالاسم، سواء بذمهم المباشر كما ذكرنا في ملازم سابقة أو ما سنذكره في ملازم لاحقة أو في هذا الملزمة في هذا الموقع، إنه دائما ذكرهم على أنهم أعداء الإمام أو أعداء الأمة أو هم أنصار اليهود كما قال في أحد الملازم بصورة مباشرة وغير مباشرة. تعمد الذكر يتؤكد، طبعا هو ليس عادة يمنية، ذكر أي من صحابة الرسول أو الخلفاء الراشدين بسوء ليس عادة يمنية، لا سواء في عادة اليمن كعرب كمسلمين أو كزيود أو كشافعيين، لا يوجد في التموروث اليمني لا عادة شافعية ولا مبدأ شافعي ولا مبدأ زيدي. إذن هذا الإصرار وذكر هؤلاء الخلفاء بالاسم بهذا الشكل التشويهي النبذي لهم وتصويرهم، وكأنهم يعني يصور أبو بكر وكأنهم دليل على، وكأنهم النقيض الكامل للإمام علي، وكأنه الإمام علي هو الحق فقط، وهؤلاء يضع نفس الرواية والطرح الإيراني
الذي يعمل على محاربة رموز السنية. طبعا هذا النص وضع من قبل الصهيونية لتكون إيران أحد طبول الحرب في الحرب في المشروع الصهيوني لصناعة العداء السني الشيعي ما يسمى. هذا المشروع الإمبريالي اللي تقوم عليه منظومة الصهيونية سواء كانت أمريكا أو بريطانيا أو إسرائيل، كل المنظومة اللي أسست العالم هذا منذ أكثر من قرن ونصف. يعني هذا أساس. أنت لماذا تذكر وأنت قادر تتفادى الموضوع هذا؟ تذكر لأنك أنت مقاد من الدورة الإيرانية، تذكر لأن الدورة الإيرانية تعرف ما هو دورها المسير من قبل من أوصل الخميني إلى السلطة في 1979. لابد أن نشعل فتنة. لا قيمة لوجود إيران إلا بفتنة، لأنها مرتضية من يسمون نفسهم شيعة وتريد أن تكون هناك في سنة، ويريد أن يختفي الإسلام بين سنة وشيعة كما اختفت فلسطين بين غزة والضفة. لم يعد أحد يذكر فلسطين، غزاوي ضفاوي عباس حماس وانتهت منظمات التحرير. هذه اللعبة القذرة التي تدار على فلسطين واليوم تدار على الإسلام. طب هذا الذكر المتعمد لأسماء الخلفاء بالاسم الواحد وبالنص الواحد، ماذا يعني هذا الكلام؟ لماذا يا عميل إيران تقول هذا الكلام دائما وباستمرار وبكل ملزمة لا تخلو من ذكر أبو بكر وعمر وعثمان بالتلميح والتجريح المباشر وغير المباشر؟ هذا إصرار على تنفيذ المشروع الصهيوني ويشعل حرب سنية شيعية. المتطرفين ما يسمى نفسهم السنة يعملوا، أنت الأساس اللي يدك هذا لتدمير وحدة وآمن الأمة العربية، ليست على مستواها الدول بس وعلى مستوى المجتمعات. ما ينفع تدمر الدولة والناس، وبالتالي الحكمة اليمنية هامة جدا، وكل المشاهدين والمؤتمرين وكل يمني شريف معارض أو مختلف مع المؤتمر أو مش مختلف يعرف تماما بأن حكمته هي الأساس، هي التحدي الكبير. حكمة اليمنيين هي التي ستقف أمام أي مشروع طائفي مذهبي. نحن سنقاتل وسنواجه الحوثة كعملاء إيران، ليس لدينا تفكير، لا نحن نكفر ولا ننفق ولا إحنا مثل أمراضه هذا السلالي السفيه الذي باع شرفه ودينه لفارسي لا يعرف من الإسلام ولا يعرف لغة القرآن حتى. الوقت يمر، أنا أريد أن أختم هذه الملزمة وهذا التدليس والتلاعب اللغوي والخطابي بحاجة مهمة. يعني بأنه عندما انتهى وضع وسب عندما سب استغل المساعدة ووضع الشعار وكأنه من أقوال جبريل وكأنه واحد، ثم حارب الدولة ثم حارب الحاكم ثم حارب الجيش ثم حارب المؤسسة الأمنية ثم أدخلوا الجوامع ثم ذكر الصحابة ثم ذكر السنة، وضع المسلسل المنطقي الذي يغسل فيه حسين بن زيد الحوثي في كل ملزمة تقريبا عقول الناس. جاء هنا فجأة كما ذكرنا في المحاضرة الأولى بأنه من أهم استراتيجيات هذا العميل هو استغلال ضعف وهشاشة الخطاب الإسلامي الديني، استخدام من أدواته في غسل عقول الناس. وفي هذا الدجال هو استخدام نقاط ضعف خصومه سواء الوهابيين أو الإخوان اليوم خصومه أمام في تكاسم وعي الناس في معركة التجهيل، ولكن هم المايسترو اللي يقود العالم ينسق فيهم وينظم في اللحظات التي يريدها أن يصمت الإخوان لصالح أن يمر الحوثة فليصمتوا، أو يسكت الحوثة ليمر موضوع الإخوان فليصمتوا، والكل يمر بمايسترو واحد لأن الشيطان واحد والخير واحد، والخلاصة الصراع كله بين خير وشر ليس من مسميات كما نتخيلها في الواقع على الأقل اقترابا من العلوم. إذن نقول هنا فجأة يستخدم أحد، فجأة يقول نلاحظ هذا المقطع هو كان يتحدث عن الشعار. كيف انتهى الملزمة؟ انتهت الملزمة باستخدام مواطن ضعف في خصومه ليتجلى كفقيه، لأنه في واقع الأمر يا مشاهدين الكرام هذه الملزمة والله في كل صفحاتها لا تمتلك آية قرآنية في مكانها، وإنها خطاب إيراني صرف لا يوجد فيه أي فقه، خطاب سياسي قذر تأليبي عدائي يحارب القيم والدولة لا غير، ولا يمتلك إلا التلاعب بآية الله سبحانه وتعالى. أنا لا إذا كان هناك فقه فلست أنا المرشح للرد عليه، وإذا كان هناك عالم فأنا لست المرشح للرد عليه، ولكن منهج تحليل المحتوى السياسي كافي لتفتيت هذه الملازم القذرة بالوساخات السياسية والمتاجرة بإذن الله. لكن هنا فجأة يأتي قال وهنا فجأة جاءت واحد سأل حسين بن زيد الحوثي لا أعرف عمدا أو غير عمدا ولكن هي جزء من ملزمة عن عذاب القبر. طبعا خصوم الحوثيين في فكر الناس في فكر الجماعة
هم الوهابيون مثلا والإخوان المتأسلي في التصنيفات التي ليس لها أي صحة، عذاب القبر على سبيل المثال. هنا يستعرض حسين بدر الدين الحور مهاراته الفقهية، هو ليست مهارته، هو ليس لم يفتي، هناك الفتاوى غيره ولكن هو مطلع عليها. يعني لم يأتي حسين بدر الحوثي في كل ما قاله في هذا الملزمة، لأنه بطلت أربع صفحات كاملة تتحدث على هذا السؤال، كاملة تتحدث على هذا السؤال فقط وهو عذاب القبر، وتجلى فيها حسين بدر. نجد هنا أنه حسين بدر الحوثي عندما سئل قال، فهنا ورد سؤال من أحد الحاضرين حول عذاب القبر، فأجاب السيد يقصد هذا العبد الإيراني حسين الحوثي بقوله، القضية نقول ما صحت ولا احنا من أول من خلف فيها، لأنه ما هناك حياة في القبر كله. بدأ يفند تماما فكه الوهابيين في وجود عذاب قبر من عدمه. وهنا لاحظ شيء في الأربع صفحات الأخيرة، وليس لدينا وقت وأريد أن أختم هذا الملزمة في هذه الحلقة، أنه وضع حسين بدر الحوثي، سواء كان كلام طبعا كلام منقول، هو ليس مفتي حسين الحوثي، وضع نقد عقلاني مؤسس على أساس ديني سليم، حتى في استخدام القرآن سليم. أنا لم أجد ولم أستطع أن أجد أي مثلب أو شعور بالتسييس أو ما إلى ذلك، لا غير. ويجعلك تكف عليه حسين بن الحوثي في الرد على السؤال القبر بإعجاب وبإعجاب شديد. لكن النقطة الأهم من هذا كله، لماذا ذكرت الموضوع هذا؟ هذه العقلية التي فجأة ردت على سؤال عذاب القبر واستخدمت هذا الأساس العقلاني واستخدمت النقد العقلاني السليم هذا، فجأة منين جاءت هذه الآلية؟ لماذا أنت في كل ما سبق تدلس وتلفق وتحتال خطابيا وتكذب، وعندما تأتي إلى سؤال حول عذاب القبر فجأة تتجلى وتأتي بكلام؟ يعني السؤال، هل أنت كنت هنا بعقلية أخرى وهنا بعقلية ثانية؟ أنا شاهدت سواء أتفق معك أو لا أتفق معك حول عذاب القبر، لكن أقول بأنك جاوبت فجأة بخطاب ومنهج عقلاني وضعت آيات في أماكنها وضعت تساؤلات وأصبحت فقيه. لكن هذه العقلية مستحيل أن تكون هذه العقلية، لأنك هنا دجال وهنا مجتهد. ماذا اللي اختلف؟ كيف تفكر بعقلين؟ لكن في الواقع أنت لم تكن عقلاني، أنت الدوائر يعني من آليات تسويق نفسك كفقيه، وأنت مجرد عميل سياسي هو أن تستغل نقاط ضعف الوهابيين والإخوان، وأن تتجلى كفقيه في قضايا حرجة تبهر فيها عقول الناس وكأنك حامل فقه ودين، وبينما فأنت في الواقع لست حامل فقه ودين. وكل ما ذعيبته حول عذاب القبر قيل من قبلك وأنت لم تكرره إلا تكرارا. وهذا ما نريد أن نقوله، بأنه دائما كان يضع أسئلة يستغل فيها نقاط ضعف وهشاشة الخطاب الوهابي المتشدد الغير عقلاني وهشاشة، كما أيضا هم يستغلون خرفنة الاثنى عشرية والصحن الحيدري والكلام المجانين اللي عملوه في إيران. كل الفريقين لا يقوى إلى أن يرفع حضارة أو أن يمثل الإسلام. إذن أنتهي من استعراض هذه الملزمة، وأكد لكم بأنه لا يوجد فيها إلا مسيرة إيرانية، ولا يوجد فيها أي ما يثير الحق أو الإعجاب. أنا أريد أن أقول شيء، يعني احنا تقريبا لنا شهر ونص نتحدث عن الصرخة والشعار وكذا، زيلوا هذا الشعار، الله أكبر تعني الخميني، والشعار ليس أكثر من علم إيراني وألوان علم إيراني وشعار الخميني، زيلوه امسحوه مزقوه، لا تصدقوا كل من يقول بأنه يخشى الأمر، كل هذا هذه راية إيرانية، من رفعها أو ترى أو سمح بأن تعلق على جداره أو شارعه أو مكانه فهو قد خان الجمهورية اليمنية وخان العروبة وخان الله وخان الإسلام. زيلوها، كلمة الله أكبر لجت أكثر من حرز شيطاني في هذا الموقع لتمنحها القداسة والكهنوتية ومخادعة الناس. لا يوجد إلا الله واحد، واحد أحد نعرفه، لا يسوق بهذه المشاريع الفتنوية ولا شيء. امسحوا واطمسوا هذه على هذا الصرخة والشعار الخميني الفتنوي الذي يأتي لتمزيق البلاد. زيلوا الشعار واحفظوا إسلامكم وحيوا عروبتكم وحيوا الجمهورية اليمنية، والله أكبر دائما من كل هذه الأشياء، وفكروا بعقولكم، هذا مستقبلكم، وغدا اليمن سينزف أو ينجو ولا أحد سيدفع الثمن إلا نحن وأطفالنا. لا يوجد وقت
هذا الرجل دجال بكل ما تعنيها الكلمة وبكل ما يفكر فيه العقل، كذاب دجال لا يحمل إلا أفكار سلالية عنصرية، ولا يخدم إلا إيران، ولم يكن إلا عميل مستأجر مثله، مثل أخوه الحالي، مثل هذه الجماعة التي قامت بالتآمر مع الصهاينة ومع قطر ومع إيران لاغتيال الشهيد علي عبد الله صالح، الرجل العربي الذي بنى الجمهورية، وهو لجاء ليدمروها وليس لديهم أي مشروع. أختتم بهذه الحلقة وبهذه اللحظات، هذه الملزمة وكل ما يخص الشعار، سائلا من الله أن يهدينا إلى ما إلى السداد. وأقول في النهاية الرحمة والخلود للشهيد الزعيم ابن اليمن البار علي عبد الله صالح، وتحية الجمهورية اليمنية، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.